أو ينظر في الساعة وينظر فيه، أو يلتفت يمين يسار. يا أخي تدخل المسجد سكينة وقهر، الحمد لله وجدت وقت صلي ركعتين. والبعض يقف أحيانا يعني 5 دقائق، نعم فوت على نفسه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين كل أذانين صلاة، ويقتنم هذا الوقت أنه إذا صلى وهو ساجد يدعو، لأن الدعاء بين أذان وقامة استحب. إذا لم يؤذن المؤذن في أي وقت يدخل يصلي ركعتين حتى في أوقات النهي على ما سيأتي معنا. يا أخواننا المسجد له أدب، بيع الآن وشراء في المساجد وإنشاء ضالة، والبعض يأكل ويشرب. لا مانع أن الإنسان ينام في المسجد، لا مانع أنه يأكل ويشرب، لا مانع، لكن يجعل المساجد مكان للنوم دائما، يدخل الناس إلى صلاة الجماعة وهو نائم، يدخل إلى المسجد يعني بعض الأطعمة التي يعني فيها روائح ثوم وبصل وكذا، أو يترك الطعام في المسجد، أو يأكل ما شاء الله. الآن نحن في الدرس وهذا يأكل ويشرب ومتكئ في آخر المسجد، سبحان الله. والله لو في بيتي ملك من الملوك ما يصنع هذا. والبعض يدخل بنعليه إلى المسجد ولا اهتم، صحيح؟ أي نعم. إذن المساجد بيوت الله، فإذا فرغ من الصلاة، صلاة الفريضة، ماذا يصنع؟ يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد صلاة، لا فريضة ولا نافلة. بل يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه من الخلل عند بعض الناس، وهذا من الجهل، أنه بعد الصلاة يدعو. أنت الآن في الصلاة فرصة عظيمة لديك تدعو وأنت ساجد أو قبل التسليم، ثم بعد هذا ينصرف على ما ذكرنا، يقدم الرجل اليسرى ويدعو. طيب، يكبر تكبيرة الإحرام، استقبل القبلة، يقوم ولا بد من القيام في الفريضة، ويصح أن يصلي النافلة جالسا. يكبر تكبيرة الإحرام، وبعد هذا يقول دعاء الاستفتاح بعد أن يضع باطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى ورسخ الساعد، وضع هكذا أو قبض. يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يستعين ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة، ثم يكبر الركوع، يركع ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده بين الركوع والرفع، وإذا استقام قال ربنا ولك الحمد، ثم يسجد على الأعضاء السبعة سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. لا بد أن يقول مرة واحدة في السجود سبحان ربي الأعلى، ويستحب له أن يزيد بما ورد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي الأعلى المرة الثانية، أو سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك في الركوع لابد أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم بهذا اللفظ سبحان ربي العظيم، ويستحب له أن يزيد بما ورد، ثم يجلس يقول رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا، ويستحب له أن يزيد الثانية والثالثة رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم للركعة الثانية. يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، إلا أن الثانية ليس فيها تكبيرة الإحرام ولا دعاء استفتاح ولا استعاذة على قول،
والغالب أن الثانية تكون دون الأولى في الغالب. نعم. متى يجهر؟ الجهر في صلاة الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء، وكل صلاة يشرع لها اجتماع عام، لأننا أهل الإسلام عندنا اجتماع في البلدان واجتماع في الأعوام واجتماع للأمم. اجتماع في البلدان صلاة الجمعة اجتمع فيها الناس، إذن هذا الاجتماع للجمعة صلاة الجمعة يجهر فيها؟ نعم، لأن اجتماع. في العيدين يجهر في العيدين؟ نعم، اجتماع، هذا سنوي. واجتماع للأمة الإسلامية في الحج، لكن في الحج يصلي الناس الظهر والعصر، إذن لا جهر هنا. يجهر في صلاة الفجر وفي الأولين من المغرب والعشاء، وكذلك في الجمعة وفي الاستسقاء والكسوف. نعم. طيب، لو قال قائل لماذا نجهر في الفجر ولا نجهر في الظهر؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، وأنت عبد ليس لك إلا الرضا والتسليم. أما ما يتعلق ببقية يعني صفة الصلاة فقد يعني مر معنا في الدرس المهمة. بعد هذا نذكر يعني أن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات وسنن ومبطلات. ترك الركن مبطل الصلاة، وكذلك ترك الشرط. لا يقبل في ترك الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد، صلاة باطلة. ويقبل في ترك الواجب من واجبات الصلاة الجهل والنسيان، ولا يقبل فيه العمد. لو تعمد ترك التشهد الأول فصلاته باطلة، نسي التشهد الأول الصلاة صحيحة. جاهل وكان لا يدري أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة ولم يجلس للتشهد فالصلاة صحيحة، ترك التشهد الأخير الصلاة باطلة، جاهل أو ناسي أو عامد. نعم. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النافلة. لو قال لك قائل ما السبب في أن العبادات كل عبادة فيها فرائض ونوافل، ما السبب؟ نعم، أوقف. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس لك أن تقول لما، تقول آمنت وصدقت وسلمت وأنا عبد سمعا وطاعة، هذا أولا. الثاني جبر النقص الذي يكون في الفرائض، ولذلك من السنة أن تقول بعد الفريضة استغفر الله استغفر الله. يا أخي أنت أذنبت الآن حتى تستغفر بعد الصلاة؟ لا. طب لماذا تستغفر؟ تستغفر لأنه عمل الإنسان لابد أن يكون فيه نقص، صح؟ فاستغفر. لابد أن استغفر بعد الذنب؟ سبحان الله،